كثير من الأشخاص وغالبا ما بنسمع عنهم بيتجاهلوا مشاعرهم السلبية وبيكبتوا جواتهم لدرجة بيحطوها على جنب وبيتجاهلوها، خوف من مواجهتها أو خوف من النتائج اللي بدها تصير لما هنن يواجهوا هاي المشاكل السلبية، ولكن بالتالي أكيد هي كلها رح تطلع بصحته، فالمشكلة هي كلها من جواتنا وأكيد إلى أضرار صحية وجسدية ونفسية علينا يا سلمى. صحيح عفاف، مثل ما بنسمع بيقولوا الكبت بيولد انفجار، صحيح. أوقات في أشخاص لما بيكبتوا شيء معين وما بيعبروا عنه، مو بس هيك ممكن يروحوا لحتى يتصرفوا بشكل عنيف، أو حتى فجأة بنلاقيهم تحولوا من أشخاص هادين لأشخاص انفعاليين، وبالتالي الأضرار النفسية والأضرار الجسدية للكبت وغيرها من التفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة رند نضر، وهي اختصاصية وماجستير في الإرشاد النفسي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبداية نفهم كلنا اليوم شو هو مفهوم الكبت النفسي كمعنى واضح، يكون هو كبت لكل المشاعر إن كانت إيجابية ولا سلبية، ولا هو كبت نفسي لمشاعر محددة بس. تمام. هلا بالبداية الكبت هو خلينا نقول هو حيلة دفاعية لا شعورية عند الإنسان، هي بأساس بناء النفسي بيستخدمها وقت هو بده يستبعد من ذاكرته خلينا نقول المواقف المشاعر السلبية اللي سببت له ضيق نفسي، فهو بيحاول يتجنبها ويخبيها ويستبعد هي المشاعر مثل اللوم، الشعور بالذنب، الخجل، الخوف، القلق، فبيحاول دائما يستبعدها عن ذاكرته وعن شعوره وعن لحظاته الحالية اللي هو هلأ عم يتعامل فيها مع الناس، فبيحاول يتناسى، بيقول خلص أنا نسيت، ما بدي أحس، ما بدي أزعل، مثلا تعرض لصدمة لأزمة، أنا ما بدي، لازم يكون قوي، فبيبلش انه انا ما بدي احس بالزعل، ما بدي اعيش هذا الشعور، اذا حسيته فمعناته انا ضعيف، فمشان هيك بحاول دائما يستبعدها من ساحه الشعور عنده، او هروب منها، هروب من التفكير بحل المشكله، احساسه بالضعف، فهو فعليا استبعاد للاحداث المؤلمه والمشاعر السلبيه والصدمات اللي تعرض لها بحياته. طيب استاذه رند، خلينا نحكي اكثر اليوم اثار الكبت النفسي. في كثير اشخاص فجاه بنلاقيهم تغيرت طريقه تعاملهم، طباعهم، خلينا نحكي شوي عن هي الاثار على نفسيه الانسان. تمام. هلا الانسان اللي بيكبت لفترات طويله دائما بصيبه حاله من التوتر، لانه هو فعليا عم ينضغط ينضغط ينضغط، فبصير عنده نوع من التوتر، التوتر حيساوي عنده قلق، هذا الشيء رح ينعكس على نومه، حيصير عصبي اكثر، ما عاد يستحمل، بنرفز، ما عنده قدره يواجه حياته، ما عنده قدره يواجه مشاكله اليوميه. التوتر والقلق المستمرين ممكن يصير في عنده حاله من الاكتئاب، الاحباط. في بعض الاشخاص بتصيبهم بنواحيهم الجسديه، ممكن خلينا نقول امراض نفسيه جسديه المنشا، بيروحوا لعند هالدكتور، يا دكتور نحن عم نعاني، عم نتوجع من هون من هون من هون، فبيقول لهم بعد الفحوصات وهي ما في اي شيء عضوي، فهون انتم سببكم نفسي. هذا الشيء الكبت بياثر كثير بشكل على صحه الانسان، ممكن يعاني من قرحه المعده، من الكولون العصبي وغيرها طبعا من الامراض اللي هي وقت بيروح بفحوصات بيطلع ما في شيء. بالاضافه انه ممكن خلينا نلاحظ عليه انه ممكن يصير بلش يتغير، بانه مثلا اذا كان كثير اجتماعي ممكن يصير مثلا ينسحب على وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن نلاحظه مثلا يصير في عنده زياده تدخين، ممكن خلينا نقول يعني هي على النواحي السلوكيه ممكن يصير عندنا اثار، ممكن مثلا يصير يشرب كحول لحتى ينسى، ممكن اوقات العكس يصير بده يجتمع مع العالم، مو طبعا محبه انه اجتماع بس انه مشان ما يقعد مع نفسه ويفكر بالشغلات اللي هي مضايقته، هروب، يعني هروب من الشيء اللي هو مخبيه وكابته. بالاضافه خلينا نقول اوقات بصير انه ممكن ما يتفهم مشاعر الاخرين، مو دائما هو عم يكبت، فهو مثلا اذا حدا عم يحكي مشاعر قدامه خلص يا زلمه مثلا عادي، شو اللي مضايق، ما بتضايق، خلص انسى، على كلمه انسى بتحسن تمشي، عدي الموقف. حتى خلينا نقول ممكن كثير في اشخاص وهدول كثير بشوفهم صراحه بصير عندهم حاله من التبلد الشعوري، بصير بيقول لك انا ما عم حس، انا بحس حالي مثل الروبوت، ما عندي مشاعر، مثلا بده يزعل خلص هو لانه تدرج موقف على موقف على موقف ما عم يعبر عن مشاعره، ما عم يعيش الحاله، فهو خلص صار في عنده نوع من اللامبالاه، عادي. حتى اوقات مثلا بصير بعدين حاله من الاحباط مثل ما حكينا، بعدين القلق والاكتئاب، وحتى في بعض الاشخاص بصير مواقفهم بالحياه سلبيه، مثلا واجهته مشكله لازم يبدي رده فعل، لازم ياخذ موقف، لازم يتعامل معها، بصير ممكن انسحابي، بيروح بينام، بيروح بيدخن، انه خلص انا هيك بتناسى المشكله،
عرفتي علي؟ فهو فعليا له كثير اثار وله كثير، خلينا نقول وقت نشوف هذا الشخص عم نشوفه تظهر عليه عوارض انه هذا الشخص كابت مخبي ضغوط ومشاكل كثير ما عم يعبر عنها. طيب استاذه ذكرتي انه نحن مجموعه من المشاعر الموجوده جواتنا، وكل شخص فينا في جواته ملفات عقليه ايجابيه وملفات عقليه سلبيه. انا كيف بدي اطلب من الله الشيء الايجابي اذا انا عم استخدم الملف السلبي؟ كيف ممكن هون الواحد يسيطر على الايجابيه اللي جواته ويستخدمها ويتجنب السلبيه بدون ما يكبتها او تسبب له اضرار؟ تمام. هلا بالبدايه خلينا نقول نحن وقت بنتعرض لحدث او لمشكله معينه، انا صارت عندي شعور حزن، انا اعطي نفسي اول شيء اني انا اعيش المشاعر، تمام؟ اعبر، ابكي، اكتب، احكي لاشخاص حوالي يدعموني يساعدوني لحتى انا اتخلص من هذا الشعور السلبي. اهم نقطه نحن وقت بنتعامل بمواقف الحياه اليوميه، مثلا لنفترض مثال انه شخص مثلا كان قدام رفقاته وحكى كلمه مثلا وخجل بعدين، فبصير تانيب الضمير، تانيب انه باللوم ضروري احكي هيك، ضروري اعمل هيك، فبصير عنده بيتعاظم هذا الشعور. اول نقطه انه انا اسمح لنفسي انه اوكي انا غلطت، اوكي مثلا حكيت هالكلمه ما في مشكله، اتقبل اغلاطي تماما، اتقبل شعوري وانه اعبر عنه بشكل سلس عادي ما في اي اشكال. ثاني شيء اني انا اتعامل بعدين مع المشكله، لاقي لها حل، تمام؟ هلا هون انا وقت فرغت بشكل سليم هاي المشاعر، هون ممكن بقى انا صار تجاوزت الناحيه السلبيه وبلش بقى بركز على النقاط الحلوه الايجابيه، على النقاط انه مثلا انا بالمقابل صح انه هي، بس انا بالمقابل ممكن بحكي كثير شغلات لطيفه وانا متحدث، ويعني بركز بقى على النقاط الايجابيه بحياته، بيستدعي الذكريات الايجابيه مشان هون هو يوازن، لانه اوقات الاشخاص نتيجه الكبت كبتت موقف 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 ثاني، انه بعدين بصير عندهم تكوين صوره عن نفسهم انه انا مثلا ما بعرف احكي، ما بعرف ساوي، ما بعرف ما بعرف ما بعرف، فبصير عندنا مشاكل كمان سلوكيه ثانيه، وخلينا نقول حتى انه بصير يعني حتى مشكلات نفسيه نحن ممكن تماما نتيجه انه هو الكبت المستمر. فنحن كل ما فرغنا اول باول وتعاملنا بشكل صحيح مع مشاعرنا السلبيه، فهذا الشيء كثير بيساعدنا انه نحن نتغلب على المشاعر السلبيه ونبلش بعدين نضوي على المشاعر الايجابيه ونقويها عنا. طيب خلينا نحكي، حكيتي فكره كثير مهمه اليوم، لما بنقدر نفرغ هي الطاقه السلبيه او الكبت او نتعامل معها اكيد في طرق واساليب. تمام، خلينا ننصح شوي العالم شو هي الطرق والاساليب اللي بيقدروا من خلالها يفرغوا هي الطاقه اللي جواتهم او الكبت للمشاعر. تمام. هلا بالبداية في عنا نقطة كتير مهمة، هو الإنسان يقبل شعوره السلبي. في أشخاص كتير بتعتقد إنه أنا إذا حسيت بالحزن أو حسيت بالخجل أو أي غلط. شعور سلبي، تمام، غلط ما بصير، عيب تماماً، بيحاولوا يستبعدوه وينكروه، حتى يمكن بنشوفها عند الرجال أكثر من السيدات. يعني اليوم بيقول لك الرجل مثلاً ما بصير يعبر إنه هو حزين، إذا بموقف صحيح سيء ما بصير يبكي. صحيح. يعني هاي الأمور كتير بتكون صعبة. صحيح، لأنه في هي نحنا تعليم، يعني تعليم الاهل لاطفالهم انه ما بيصير الرجال يبكي، فمشان هيك هو صار خلص بافكاره وبمعتقداته انا رجال ما بيصير ابكي، البكاء ضعف، تمام؟ ولو كان الضعف فعليا احنا ما كان في عندنا هالمشاعر والاحاسيس والبكاء عند الرجل والانثى، عرفتي علي؟ فهو طبيعي انه الواحد يعبر عن مشاعره ويحكي، بس الفكره ما بعد التعبير والتفريغ هون بيجي الموقف، يعني مثلا انا كيف اتعامل مع المشاكل؟ اذا ما عرفت حل مشاكلي وصرت انسحابي وهروبي هون الضعف، اما انا اذا عبرت وحليت مشاكلي بالعكس هي قوه، عرفتي علي؟ هي نقطه. نقطه ثانيه يعني انه بعد ما انا تقبلت واعترفت بمشاعري افهم سبب انا ليش عم بكبت. اوقات كثير بيرجع سبب الكبت للطفوله، انه الاهل كانوا مثلا يقمعوا مشاعر ابنهم، انه مثلا خلينا نقول اجى بده يبكي لا تبكي، عيب اللي بيبكي، او في اهالي اذا بتبكي لا تاكل قتله، او اذا بتبكي لاعمل لك هيك العقوبه. هي نقطة. نقطة ثانية مثلا بنكروا عليه مشاعره، ليش زعلان انت؟ خلص في بالحياة شيء أكثر من هيك، أنا قديش سخفت له مشكلته، هو ممكن يكون عم يبكي هذا الولد لأنه رفيقه أخذ له ألمه، تمام؟ فإنه فعليا ممكن يصير يبكي إنه ونحن وقت ننكر عليه شعوره هو حاسس مشكلة كبيرة، لكن نحن كأهل وقت منعناه شايفينه سخيفة تماما نكرنا عليه مشاعره. نقطة ثانية ممكن يكون السبب عايد لأنه خلينا نقول الأهل هن طريقة تفريغهم وتعبيرهم عن المشاعر، ممكن وقت مثلا الأم والأب إذا حدا من بيناتهم عصب أو تضايق أو صابته أي مشكلة، إنه مثلا الولد عم يشوف أهله إما انسحابيين بيروحوا مثلا بيناموا بيتركوا البيت، أو مثلا بيلجأوا للتدخين، أو بصير عصبي وبيخانق، فهو الولد انطبع بذاكرته نموذج إنه هيك نحن بنعبر عن مشاعرنا، فهو على كبر حيستخدم هذا النموذج. يعني خلينا نقول من الأسباب أوقات إنه نحن إذا ما كان في قدوة هذا الشيء كتير بيأثر إنه نحن ما يتعلم الولد طريقة التعبير الصحيحة. فنحن بعد ما الشخص يفهم سبب الكبت تبعه
عايد على شو. اوقات انه من فكره عنده هو معتقد نفسي، يعني انه انا من شخصيتي كونتها انه انا شخص قوي لازم ما ابكي مثلا، فانه او مثلا خلينا نقول موقف على موقف على موقف انه لازم اكون قوي بقى، ما عاد اتعب، ما ابكي، ما اعمل شيء قدام الناس انه رده فعل او انه اجاني اتضايقت. هذا الشيء الافكار خلينا نقول هي احيانا بتكون سبب للكبت. فوقت الشخص بيفهم السبب انه ليش انا عم بكبت، هون بقى ممكن هو يتعامل مع هذا السبب ويسمح لنفسه بانه يعبر بقى عن مشاعره، يحكي عن الشيء اللي عم يزعجه. فاول شيء قلنا نعترف بالشعور، بعدين نحن نفهم السبب، بعدين انه انا بقى بلش اعبر بطريقه صحيحه انه انا فعليا فرغ صح. ممكن مثلا باني انا اشخاص الداعمين اللي حواليي اللي بيرتاح لهم اللي ما بيلوموني. اوقات كثير نحن بنلجا لاشخاص عم نحكي لهم همنا ومشكلتنا، إيه ليش هيك عملت، ما بيصير هيك تعمل وتساوي، فبلشوا اللوم، اشعاره بالذنب، فهو هون تنظير. تمام، التنظير ممكن صحيح. فهون هو ببلش انه يا ريتني ما حكيت، او بيزيدوا همه هم يعني. او اوقات مثلا طب ليش هيك صار، كان لازم هذا الشخص يعمل لك هيك ما يعمل هيك. تمام، فكمان طب ما هو جاي عم يحكي موقف صار وانتهى، فانه ليش والهي ما بعرف شو هي، ما حلت له اشكاليته وما فرغ، بالعكس انزاد ضغط نفسي. فنحن بحاجه اشخاص يستمعونا، يسمعوا لنا، يستمعوا لمشاعرنا، يحتوونا نحن خلال انه نحن عم نحكي مشكلتنا او مشاعرنا وآلامنا. فوقت نحن بنفرغ بطريقه صحيحه، خلص انا هديت، بحسن بقى افكر شو ممكن اعمل. نقطه ثانيه، ممكن اوقات الاشخاص يقولوا لي ما في حولي انا شخص هذا الداعم اللي يسمعني بدون ما يلومني، بدون ما يساوي لي مشاكل. ممكن اوقات طريقه الكتابه انه انا اعبر عن مشاعري، بس في نقطه هون كثير مهمه وبركز عليها، نحن نسمي مشاعرنا. اوقات مثلا في ناس تعمل دفتر ذكريات وبتقول انا بسجل يومي كله تفاصيله وهيك، بس فعليا ما بترتاح انه هي عم تكتب بس صار معي هيك وقالوا لي وقلت لهم وعملت وساويت، صح؟ فالفكره هون هو ما فرغ، لازم هون انزل انا تضايقت بهذا الموقف، انا شو شعرت، سمي مشاعري، احكي عن مشاعري. انا انزعجت، حسيت مثلا اني انهنت، حسيت انه انا تمام، انه يصير في تعبير وممكن يرافقها تبع بكاء. فهذا الشيء هون نحن فرغنا بطريقه سليمه. في اشخاص احيانا بتقول لك انا ما عندي قدره اني اكتب وما بعرف اعبر وما بعرف احكي هذا الكلام كله. في اشخاص تلجا بقى لهوايه لرسم، في اشخاص شفتها وقابلتها بتقول لي انه انا اذا برسم بطلع كل مشاعري بالرسمه. فانا فرغت، بصير في جرأة هون بالموضوع اكثر، يمكن بطريقه التعبير غير الطريقه الكلاميه. يمكن الخوف، واكيد الخوف بيلعب دور كثير كبير بسبب الكبت النفسي، انه انا خاف اعبر، خاف كذا، ويعني الخوف مكتسب. نحن بحياتنا صحيح. يعني كطفل بيخاف من الصوت العالي والاماكن المرتفعه، فشو السبب نحن هذا الخوف الموجود جوات الاشخاص يلي بيكبتوا، كيف ممكن يتخلصوا منه وشو سببه؟ تماماً. هلأ الخوف بما أنه هو مكتسب فهو متعلم، يعني مثل ما حكينا أنه أحياناً أنماط التربية هي كتير إلها دور. يعني مثل أنه بيجي بخوف الولد إذا حكيت، يعني هلأ إذا حكيت أو بكيت رح تأكل قتلة، فأنا علمته أنه أنت إذا بتعبر عن مشاعرك معناتها هذا الشيء غلط. تمام؟ فمعناها هو مشان هيك بيكبت. فوقت نحن بنعرف السبب أنا ليش عم بكبت، وأنا هذا الشيء عايد للطفولة، أني أنا بواجهه أنه لا طبيعي أنا أبكي، طبيعي أني أنا أعبر، لأنه هاي المشاعر طبيعية، أنا من حقي أعبر، من حقي أحكي. فهذا مجرد ما هو يوعى المشكلة فهون بيحسن يتخطاها. دائماً مفتاح الحل للمخاوف هو المواجهة. دائماً بنصح مرضاي صراحة وقت بيجوا أنه فعلياً في مخاوف كتير بحياتهم بيتجنبوها، ما بيقربوا عليها. اول دائما حل انه انت روح واجهي اللي خايف منه. طبعا. لانه مره على مره انا هذا الخوف بلاقي انه عادي، ما في شيء، فكره خلينا نقول غير عقلانيه غير منطقيه، انا ايش عم خاف منها. تمام، فمجرد ما هو يبلش يواجه هو رح يخف عنده. يعني مثلا حيجرب انه يعبر عن مشاعره، حيجرب يحكي قديش ارتحت. اصلا مجرد ما يوعى مشكلته انه هو خايف يعبر، هي اول طريق حل المشكله انه بس هو فعلا يوعاها. تمام، في اشخاص كثير ما بتكون واعيه لهالنقطه، عم تهرب منها. مجرد ما نحن نضوي لهم عليها انه انت مشكلتك انك انت ما عم تعبر، عم تهرب من التعبير، يوعاها ويساعد حاله ليحلها، فهون كثير طريقه ممتازه وفعاله صراحه لحتى هو يتجنبها. هلا كمان في خلينا نقول اوقات من الطرق لحتى نحن نساعد انه نفرغ عن مشاعرنا، ممكن اوقات المشي. طبعا المشي شرطه يكون لا سريع كثير كثير
بشكل يجهد الإنسان، ولا أنه هو بطيء، مش هي متوسط السرعة بس أميل شوي للسريع، فهذا كتير كمان بيساعد أنه نحن نفرغ مشاعرنا. كمان بالإضافة أوقات الرياضات، السباحة، الرياضة بالجيم أو أي شيء، أنه هاي كتير بيساعد كمان أنه هي تخفف الضغط النفسي والكبت والمشاعر. هلأ في عنا هون نقطة كتير مهمة، في أوقات أشخاص بكون وصلاني عند الحالة أنه هي عم تعاني بقى من أمراض جسدية نفسية المنشأ. كمان في عنا مثلا خلينا نقول صار عنده مثلا نوع من الإحباط والاكتئاب، يعني خلينا نقول ضغوط حياة كتيرة صارت، صعب بقى يوعوا هالمشاعر وما عم يقدروا يتعاملوا ويتبعوا كتير هالإرشادات، ما حسنوا يساعدوا أنفسهم، بقى نحن بنرجع بقى لأخصائي نفسي يساعدنا أكتر لنسلسل أمورنا ونحل مشاكلنا ونتعلم طرق كيف أنه نحن نتعامل مع مشاعرنا ومشاكلنا بالحياة. طيب أستاذ رند، هيك سريعا قبل ما نختم، في أشخاص بيعبروا يعني بيقرروا أنه هن يعبروا بعد الكبت، ولكن بيعبروا بطريقة مختلفة تماما، يعني بصير طريقتهم عنف، بيختلف الشخص، بيقول لك تغير 180 درجه. تمام. ما كان هيك. تمام. بصير بيقول لك انا ما عاد اسكت، انا ما عاد اقبل، انا ما عاد مرق. كمان العنف او مثل ما بيقولوا الانفجار بعد كبت كمان خطا. تمام. شو النصيحه اللي بتوجهيها لهدول الاشخاص؟ هدول الاشخاص هلا هن يوعوا اول شيء انفسهم انه نحن نتيجه هذا الضغط صرنا هيك، نلاقي حل وسطي، يعني انا بدال ما اكون بطريقه فظه وفجع عم بعبر، انا بامكاني احمي حدودي الشخصيه واحمي ذاتي، لانه هو وقت فعليا كبت 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 هو حاسس بتهديد. تمام. وقت انا حدا مثلا اجى عم يتصرف معي انا حسيت بتهديد، فمشان هيك عم يكون طريقتي عدوانيه فظه، ممكن تكون انه دغري هجوميه، فهو حاسس بخوف بتهديد، عشان هيك عم يتصرف بهالطريقه. وقت يوعى نفسه انا ليش هيك عم بتصرف، انا بامكاني احمي نفسي وحط حدودي واتصرف مع الناس وحل مشاكلي من دون ما اكون بهي الطريقه الهجومية مثلاً أو الطريقة العدوانية أو العنيفة مع الناس. لهيك أنا وقت بوعى هالشي بكل سلاسة بفكر أنه أنا شو ممكن أتصرف، بصير ممكن مرة على مرة يعدل سلوكياته، أنه أنا بدال مثلاً ما أتصرف بهالطريقة بإمكاني أحكي هذا الشي اللي بدي إياه بطريقة سلسة وبسيطة وندم انفعال حتى. تمام. فمرة على مرة وقت يوعى حتى آثار الانفعال عليه، يعني هلأ كبت كان يكبت له آثار، وحتى الانفعال الشديد له آثار على صحته، فوقت بيوعى أنه أنا مشان صحتي النفسية والجسدية الانفعالات القوية ما بتفيدني، فهذا الشيء بيساعدني أني أنا فعلياً عدل وسطية، أنه لاحق انفعال بشكل شديد، وبنفس الوقت أنا ما راح أسمح أنه مثلاً أنه شخص خلينا نقول يستخفيني أو مثلاً خلينا نقول يتعدى حدودي. الوسط هو خير الأمور. تماماً. أكيد بالنهاية بكل سلاسة وبكل مرونة هي الأمور بتنحل بدون تعقيد. شكراً لك أستاذة رند، وأهلا وسهلا فيك. شكراً لك ولوجودك معنا. شكراً لكم، يعطيكم الفعالة.